طبعا. طيب عاوزين نعرف المشاهدين اكتر يا دكتور بلعبة الريشة الطايرة، عبارة عن ايه؟ هي اشواط، نقاط، يعني بتبقى ماشية ازاي؟ اولا هي نص كوره وطالع منها ريش، هي زي التنس، اتنين قدام بعض، يا اما فردي يا اما زوجي، يعني بنتين قدام بنتين او ولدين قدام ولدين، او زوجي مختلط بنت وولد على بنت وولد. الملعب الفردي اصغر شويه من ملعب الزوجي، بتتلعب 3 اشواط، اللي يكسب شوطين من 21، بس لو تعادلوا 20 الجميع لازم حد يفرق نقطتين، غير لو وصلوا لغاية 29 اللي يجيب 30 هو هو كام اللي شوط؟ ولا هي كلها من 20 نقطة؟ 3 أشواط، 3 أشواط. يعني اللي يكسب شوطين من 21. تمام. طيب انت قلت لي انك لعبتي اكتر من رياضة والاصابة بعدتك وكل الكلام ده، ازاي اتغلبتي على الاصابة ورجعتي من جديد وتألقتي في خلاص بقى سبتي السكواش ورحتي للريشة الطايرة؟ ده جميل عرفناه، لكن انا عايزة اعرف ازاي اتغلبتي على الاصابة، وكانت الاصابة عبارة عن ايه؟ انا كان عندي غضروف في الركبه، يعني لدرجه ان انا جات لي فتره حتى ما كنتش بعرف ان انا اسجد. بعدها بسنه بقى لما ابتديت واحده واحده، في رغم ان السكواش كمان قوي على الركبه، بس انا كان نفسي ارجع العب رياضه يعني، والحمد لله انه انا يعني برضو الاهل، يعني الاهل لما طبعا يبقوا ورا الواحد ويشجعوه ان هو يقدر ان هو يكمل ويوصل في حاجه. انا كنت زعلانه جدا ان انا سايبه الجمباز الايقاعي، لان الجمباز ايقاعي بالنسبه لبنت صغيره مبهر. ومزيكا وجمل وفريق برضو، فكان بالنسبه لي ان انا سايباه كانت حاجه نفسيه برضو مقصرة. قويه، مؤثره. بس لما رجعت برضو حققت في الريشه الطايره، لقيت ان هو ربنا عمل كده عشان خاطر ان انا لو فضلت في الجمباز مش هروح اولمبياد، لو فضلت في السكواش مش هروح اولمبياد، هي مش لعبه اولمبيه رغم ان احنا عندنا ابطال العالم كلهم. ربنا فتح لي سكه، هي دي اللي فعلا وصلتني للي انا فيه. يعني انا رياضتي اللي هي ريشه الطايره دي يمكن هي سبب برضو العمل العام اللي انا فيه، سبب ان انا ابقى في لجنه شباب ورياضه في مجلس النواب. فربنا بيفتح للواحد سكك، طبعا يعني الحمد لله الحمد لله.